كلامنا ان شاء الله في المحاضره دي هيبقى على ال clothes، يعني هنتكلم على كام نوع كده، وهو تقريبا نفس الانواع اللي بتتعمل على طول يعني، ونفس الطريقه. هنفتح الاول النود اديتور وناخد ال سيرفيس. تمام، طبعا ال سيرفيس باي ديفولت بينزل سترينجز بالمنظر ده، انا عايز اخليه كده لان مفيش حاجه في الدنيا ما فيهاش ريفلكتيفيتي. تمام، نيجي بعد كده ممكن نشتغلها كلر، ممكن نشتغلها صور. البطل بتاعنا في الليله دي كلها ثلاث حاجات: البامب والميكس والفيسنج ريشيو. تمام، الاول هاجي اخد ايمج. تمام، واخد مثلا شويه الخامات دي. على فكره كل السيتس دي هي فري سيتس من سي جي الفز دوت كوم. هتخش على فري بيز، في شويه حاجات ظريفه قوي، فممكن ناخد شويه حاجات منهم. في هنا حاجه زي ده كده، افتكر حاجه زي الفوطه دي انا كنت عاملها من البتاع ده، من الحاجات دي، الحاجات شبه التل، يعني شبه القطن او التل، حاجه بالشكل ده كده يعني. فاحنا ممكن ناخد صوره زي دي ونعمل اوبن ويس. تمام، الت دبليو في، هنلاقي الصوره بالشكل ده كده. طبعا محتاجين بتاع كام حاجه للتكرار، وليكن 6 7 7 افتكر 7 ظريف. نفس الايمج دي، وهناخد كلر كوركت ونرميها هنا، ونودي دي هنا، ونودي دي للانبوت. وفي الكلر كوركت هناخد الاكسبوجر لورا شوية، يعني واحدة غامقة والتانية فاتحة، ممكن حتى ناخد الجاما لتحت شويتين. تمام، يعني تبقى كده الفرق بين الاثنين ال دبليو في. تمام، ال دبليو في، في فرق جامد بين الاثنين. تمام، طيب دول هنعمل فيهم ايه؟ هم هيتحطوا هنا. تمام، بس هيتحطوا هنا عن طريق ميكس نود. تمام، ميكس نود، الميكس اماونت بتاعي هتبقى الفيسنج ريشيو. لان ليه الفيسنج ريشيو؟ لو عملنا ال دبليو في تمام بالشكل ده كده، هنلاقي ان الفيسنج ريشيو هتخلي لي ده بيلمع، والحتت اللي في النص الكونكيف هتلاقيها بتلمع، والكونفكس هتلاقيها الغامق، يعني هنا هيبقى ابيض وهنا هيبقى غامق. لو احنا عملنا انفرت هنلاقيها بالشكل ده كده. طبعا نقدر ان احنا نتحكم في الكونتراست، نتحكم في الفول اوف بتاعها. تمام، بالشكل ده كده. تمام، حاجة بالشكل ده يمكن. ممكن نجيبها كده شوية، ممكن نخليها كده شوية، أفتكر كده شكلها أظرف. تمام، هو ده الميكس أماونت. يبقى إذا ببساطة أنا هاخد دول أطلعهم هنا. تمام، وأودي دي ل، أفتكر إنها تتخلف بعدين. تمام، ودي هتبقى للميكس. انا قلت هتتخلف بطوان بالظبط.
طب انا بقى كده، انا كده متلخبط. هو اسهل حل ان اروح هنا واقوم عامل دي كلر كده، وده اقوم عامل حاجه كده. جميل. اذا input 2 هناخد الفاتح، بس قبل ما ناخد الفاتح عايزين نظبط المكان بتاعه، نظبط ال ratio. افتكر كده احلى. تمام. اذا احنا مكان ده هنحط اللون الفاتح اللي هو على ما افتكر دي الغامقة. حلو. يبقى هنيجي هنا هنحط دي في input 1 وهنحط دي في input 2. تمام. لو احنا خدنا دي كده وديناها هنا وقلت له ان دي diffuse color ووديت دي هنا كده، هلاقيها بالشكل ده زي ما قلت، تمشي color، تمشي تمشي ك images، دي مش هتفرق حاجة. انما كده الدنيا تمام. نيجي بعد كده للبومب. تمام. هنروح للبومب، حط بومب 2 دي، ووراها على طول هنحط image، ناخد واحدة تنفع للبومب. او بما ان عندي نورمال تمام، هاخد النورمال. نورمال ماب. تمام. ودي هتبقى نورمال ماب، ودي هتبقى الشيدر، ودي هتبقى هنا. تمام. بس الأول دي 7 ودي 7. تمام. جميل. جميل. تمام. حلو قوي. بعد كده بعد كده بعد كده عايز عايز تدريج احسن من كده كمان. يعني انا عايز تدريج للكولر احسن من ده، او مش احسن من ده، يخلي فيه تحس ان فيه فتل كده. تمام. او فاضي حاجة كده. ده بقى يجي ازاي؟ دي خلينا نعملها احسن لما يبقى على كلر. طالما عندنا صورة هيبقى شكلها مش حلو، هي اصلا كده فاضي. طيب تعالوا نعمل بقى الـ زي ما احنا اتفقنا، displacement normal displacement، وهروح هنا اخد image. هو انا ما كنتش جايب صورتي من هنا، بس عامة هشوف صورة تنفع. دي تنفع. اوبن واودي دي كده، وعلى طول هودي دي هنا. تمام. طبعا السكيل كبير قوي، 1/10، وافتكر كمان حتى 1/10 كبير. استنى بس لما نشوف الديسبليس هيبقى شكله عامل ازاي. لان هي دي هتجيب الملمس، يعني الشكل اللي احنا اللي انتوا شفتوه على الفيس لما نزلت الصورة دي. بس خلاص. تمام. طبعا بس هو كل ما في الموضوع ان دي هتبقى برضو نفس الحكاية 7 باي 7.
استنى بس يخلص. لا مش شرط حتى تبقى 7 يعني، هي ممكن تبقى 5، تبقى أكبر شوية بس يبقى شكلها أحلى. ألف 24، أنا برضو بقول هي مش قد كده. عموما على ما يخلص، أنا فاكر إن أنا عندي مكتبة أصلا، لو أنا كتبت هنا فاب فابريك هو هيجيب هنا. أنا عندي حاجات كتير جدا بس أنا عايز أي حاجة جريد، تمام؟ يعني دي مش هتنفع، فاب باترن دي مش هتنفع، لأن أنا عايز حاجة تنفع ديسبليس. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، تمام. فينا شوية حاجات فل يعني. اي قماش انت، طب اهدى بس، تمام. استنى كده لغاية ما دي تنفع، بس انا عايز حاجة ملخبطة، لان انا عايز اعمل زي الفوطة اللي انا عملتها بالظبط. والله حتى ما انا فاكر اسم الصورة كان اسمها ايه، بس انا فاكر ان انا كنت جايبها كده يعني، كده يعني، صورة ملخبطة. تمام. انا مش هعمل بوز للفيديو، بس عشان تشوف انا نقيتها منين ولا جبتها منين. طبعا لو عايز تعمل نقشة دي هتبقى فلة الصورة دي، تمام. لكن خلينا ندور اهي، هي يا دي يا دي، يعني انا مش فاكر يعني، هي دي 200، لا يبقى دي ولا دي. هي دي فين؟ دي open 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 file location، open file location. ده دي في ال 3D total. حلو، ديفيدات فكرة، ديفيدات 3D total من الديفيدات التحفة. دي في ال thumb. لا ما مش عايز ال thumbs بقى، انا عايز المابس. ايوه بسم الله ما شاء الله. شوف بقى هي فين بالظبط، فين بالظبط. كل الحاجات اللي قدامي دي والله تعمل باترن تحفة. انت لو عرفت اهي، تمام. اوبن يس. بس انا مش عارف دي كام في كام برضه. الف سبعمائة اتنين انا قريتها 17 الف، معلش انا اسف. اتنين في اتنين، استنى شوية. جميل. هنا بقى نروح للديسبليس. ممكن بوينت 2، تمام. هنلاقيها بالمنظر ده كده. طبعا انا فاكر ان ما افتكرش برضه دي الصوره استخدمتها، بس هو ده نفس التكنيك، تمام، اللي انا اشتغلتها بيه. مش عارف، افتكر ان انا هنا اهي، ادي الايمج.
طبعا كنا ممكن نعمل ايه يعني، انا ممكن نيجي كده نروح كده، عايزين نعمل فوطة، يبقى هنقول له تول displacement map تمام، ونروح في images وهنلاقي بقى حاجات بنت حلال يعني. تمام، بس او ممكن احلى من كده كمان، نكتب طول تكستشر ومثلا واحدة زي خمس، بس دي على نقشة. تمام، أنا عايز أخد واحدة جاهزة على طول تنفع ديسبليس. ممكن حاجة زي دي، بس دي منقطة قوي. دي بنت حلال بس خرم. ممكن صغيرة، المهم يعني أنا عايز أجيب واحدة دي كويسة. تمام، دي كويسة ودي يمكن كمان أظرف. الحمد لله نزلت الصورة، كان النت عندي بعافية شوية عشان كده وقفت التسجيل. نستنى شوية لغاية ما نشوف الدنيا ظروفها ايه. تمام، نخلي ده مثلا حاجة كده، لان انا مش عايز اعليها قوي. استنى نشوف، جميل جميل كده خلصنا من حاجة زي التكتشر اللي زي دي، او خامة فيها displacement مع bump مع color variation. تعالوا نبص على خامة تانية. لو جينا رحنا عملنا create shader arm shader network ونرمي دي هنا ودبل كليك ونروح نحط ال، طبعا هو هياخد وقت شويه عشان على ما يفك، لان في displacement ال surface. تمام، المره دي انا هروح ل image وناخد مثلا من هنا حاجه زي ايه، القماش ده ظريف قوي. تمام، حاجة زي ده كده. open yes. تمام، حاجة بالمنظر ده. وهنيجي لميكس. المرة دي انا هعمل ميكس مع color ابيض. تمام، يعني انا خدت دي حطيتها هنا كده، قلت له diffuse color. تمام، هلاقيها بالشكل ده، واضح ان اي بي ار عايز تعمل له
ريستارت. لان انا كنت حاطط التاج ده فهو انا مش محتاجه اصلا، كان بس علشان الديسبليس. احتياطي فلاش اول ودي كالعادة مش عايز اي حاجة خالص، رفنس زي ما هي. تمام، وافتكر ان انا ذكي، معلش كنت حاطط الاتنين فوق بعض، فبعتذر عن السطلة دي، خليها 2 باي 2 3 باي 3. ظريفة 3 باي 3. نفس الايمج دي هناخدها كده ونعمل هنا color correct وهنوديها هنا كده وانبوت ونوديها على دي وناخد الساتوريشن ونحط شوية اد. هو هنا انتوا عارفين بعمل ايه؟ انا هنا اد دي بيضيف values، بيضيف gray values. طب وانا ليه بعمل ده؟ لان الصورة فقيرة، يعني الصورة الوانها لو انا بس رحت رايح عامل كده الصورة هتتحرق خلاص. فانا عايز اضيف values واروح العب في الكونتراست براحتي واعلي الاكسبوجر براحتي شويه والجاما اخدها تحت سنه. تمام كده مثلا مولتبلاي شويتين بس، حاجة زي كده. تمام، دي بقى هتبقى البامب بامب دي تمام، وهناخد استنى بس على دي شوية وعايز اجرب بس البامب اشوف ظروفها ايه. هقول له بامب ماب وهقول له ان دي هي الشيدر وريني كده الدنيا ظروفها عامله ازاي. جميله، باستثناء ان ده يبقى سالب واحد. ظريفة. طيب عايزين نعملها فازي، يعني عايزين نحس ان فيها تداخل الوان، فواتح، غوامق، كلام من ده يعني. تمام، هنقول ان دي الايمج الاولانية بتاعتي. جميل، وهناخد من نفس الايمج دي. تمام، هاخد color correct وكل اللي هعمله ان انا هحط دي كده واعمل ال دبليو في وهرجع الساتوريشن تاني زي ما هي. تمام، بس هي كل الفكره ان انا هرجع الجاما زي ما هي. تمام، والكونتراست كده. يبقى انا كده رجعت بفيرجن افتح بكتير قوي. يعني لو جيت رحت بصيت على المين كلر بتاعي ال دبليو في هلاقيها كده، اما دي فهلاقيها زي ما انت شفته من شويه. ف الفكره وما فيها ان انا عايز اروح ل
نايس هاخد AL cell noise، وفي ال AL cell noise كالعادة هحط details، وهعمل مثلا 500 400 كده مثلا. هنشوف نخلي دي هنا وناخد دي as a mix node، وناخد دي input 1، وهناخد ده اهي input 2، وناخد دي تروح للcolor. تمام، ونبص نشوف الدنيا ظروفها ايه. بالظبط، السيل نويز عايز يعني يتظبط شوية، لو خلينا هنا فيه شوية اوكتيفز زيادة، وده اهي هناخد الاكسبوجر شوية. زي ما انتم شايفين بقت مور فازي، يعني تحس ان هي مش ناعمة زي الاول، فيها فاتح وفيها غامق. ولو يمكن لو عملنا دي زيرو وفتحنا الجاما شوية هتقضي الغرض، يعني كونك انك نفتح الجاما شوية هتقضي الغرض. بالظبط، تحس ان في غرز، في حاجة فاتحة، في حاجة غامقة. تمام، ولو رحنا لده خلينا 400 كده ولا حاجة هتبان أكتر. جميل جميل. طيب احنا عايزين الحاجة الفاضي دي تبان برضو هنا في الحتة دي كده، فأنا هروح هنا وهروح لمين؟ ل الفيسنج ريشيو، وهروح اخد لير كلر، تمام حلو. كل الميكس والكلام ده كله هيبقى هنا. تمام، هيبقى هنا وهدبلكيت ده. تمام بالشكل ده. دي انا هخلي الجاما بتاعتها اقل، يعني لو جيت عملت كده تبقى كده مثلا. يبقى كده مثلا. تمام، اما دي لو هنفتكر مع بعض هنلاقيها ان هي زي ما انتم شايفين افتح، يعني اروح كده دي اغمق. مظبوط مظبوط. نروح للفيسنج ريشيو، خلاص دي هتبقى في لاير 2. يعني انا هاجي هنا هقوم واخد
الاولانيه دي افصل دي بقى خالص، الاولانيه دي هتبقى لاير 1 ودي هتبقى لاير 2. الماسك اللي بين الاثنين هتبقى دي. فالاول بس نظبط دي كالعاده، هقول له انفرت تمام، و ناخد حاجه بالشكل ده كده. خلاص خدنا كده، ودي دي لدي كأن دي الشيدر، وطلع دي فوق هنا في البيوتي، ونودي دي كده كلاير 2 الفا. طبعا كده كده الدنيا تمام. دي لير 1، دي لير 2، دي لير 2 الفا. جميل. اوبس برضه عمال اقول يا رب هي مش باينه ليه. نيجي هنا واقول له ديفيوز كلر. تمام. بالظبط هنلاقيها بالشكل ده كده. شوف الاول التكرار 3 3 ودي 3 3 3 3 كلهم تلاتات. وكده كمان خلصنا من حاجة زي الفابريك ده كده، كلهم بنفس الطريقة، سواء كان جينز. يعني احنا ممكن ببساطة على فكرة لو رحنا للايمجز دي، ايمجز دي، وعملنا كده وجبنا مثلا حاجة زي الاسيتس 2 دي اسيتس، وخدنا حاجة زي الدينم، كان فينا حاجات للدينم، كتم كتم سيملس كتم تكتشر شوف هي فين اهي، كان في حاجة زي كده مثلا. لو انا خدت تكتشر زي دي وقلت له اوبن، هاخد دي كنترول سي تمام، وهتتحط كنترول في هنا، كنترول في هنا، كنترول في هنا برضو، كنترول بي. ثانية الدنيا اتغيرت وخدنا باترن تاني، طبعا باختلاف بقى مرات التكرار نقدر نكرر زي ما احنا عايزين، بس هي دي طريقة الفابريكس او الكلوزز. تمام. اتكلمنا في حاجات كتير قوي، طبعا في انواع تانية اكتر من كده، طبعا دي واضح انها محتاجة تكرار اكتر. تمام. هنا كده ادينا عملنا قماشة زي الجينز. تمام. وزي ما قلت هو الفكرة انت بتستخدم الفيسنج ريشيو ازاي، بتستخدم الميكس ازاي عشان تاخد لوك زي ده. واشوفكم في المحاضرة الجاية ان شاء الله، واللي هتكون على خامة الجلد.